الآن في المستشفى إن شاء الله يقوم بألف سلامة ويعود هنا بألف سلامة بإذن الله. شفاك الله وعافاك السيد العنبي فاروق العنبي. كوتش طارق خيري كمل لقاء النهاردة كابتن محمد إبراهيم والكابتن محمود البطيخي، أما مراقب المباراة فهو الكابتن أسامة الدبه. كابتن كوتش أحمد جمعة والبداية أحداث الكوارتر الأول في السيمي فاينال. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا فاز النادي الأهلي على نادي سموحة في دوري المرتبط تحت 18 سنة 74-72 في المباراة هي الأكثر إثارة في هذا الموسم. بالستارت لاين اب للنادي الاهلي ميرال اشرف فاتو رنيم جداوي رضوى وسوريا سوكا. اما الستارت لاين اب لنادي سموحه ريكو مي حلوه وميري لوي وانجي فرج رقم 10. الحيازه لصالح النادي الاهلي رنيم جداوي هاند اوف مع رضوى سلم رنيم مره ثانيه رنيم في الدرايف سلمت لميرال بالسكرين ميرال في الدرايف 1 ان 1 راحت وصلت لكن لوي تعمل البلوك والووكن والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. ماري لوي رقم 7 من كندا المحترفه مع نادي سموحة اوتسايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد هتطلع كوره سلم لفاتو فاتو تخلص تقطع منها كده وتروح لماري لوي ماري او لو تروح بال1 ان 1 وتنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الاول واحداث المباراه. لو اللي بتسجل في الاول زاوية وبتنجح في تسجيل اولى النقاط. بدات الهجمه النادي الاهلي رنيم جداوي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول انجي فرج تبدا انجي الهجمه انجي لسه الكره مع انجي مان تو مان نادي الاهلي في الدفاعات انجي في الدرايف واحد على واحد بتسلم على طول للو لو بترتكز وتباصي على طول وتطلع لملك سامي اللي بتشوط اير بول وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد تاخد السكرين تروح عكسه تطلع كيك اوت لميرال ميرال من البيست لاين على الاوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل رنيم سكند شانس ولا سكند شانس ولا اروع تنجح في التسجيل نقطتين تعدل بيهم النتيجه الى 2-2 تعادل الفرقتين وبدايه المباراه مره اخرى. انجي سلم على طول لمي حلوه مي في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل سوكا تلم تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. اوتسايد لسموحه انجي هتطلع اوت سلمت على طول لريكو ريم الشهيره بريكو واحده من مفاتيح اللعب النادي سموحه على الاوبن شوت ريكو 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط وسع الفارق الى ثلاث نقاط لصالح نادي سموحه 5-3 5-2 عفوا. رضوى محمد رضوى لفاتو لكن ترن اوفر جديد على النادي الاهلي والاوتسايد لصالح نادي سموحه. باد باس كده من رضوى ياتي مع ترن اوفر واوتسايد لصالح نادي سموحه. ضغط من رضوى على ريكو تستحوذ على الكره ريكو تبدا الهجمه وتسلم لانجي انجي صلاح انجي سلم ريكو مره ثانيه جاي لها سكرين حبيبه عفوا ملك سامي حاول كده مع الكره تسيطر عليها قبل الباك زون وتسلم لانجي صلاح مره ثانيه انجي في ال1 ان 1 انجي اخر خمس ثواني في زمن الهجمه وتلف وترتكز وتروح وتشوط وتنجح في تسجيل نقطتين كمان توسع الفارق الى خمس نقاط لصالح سموحه 5-7 2 عفوا لنادي سموحه. رضوى محمد هاند اوف مع سوكا سوكا تاخد السكرين من فاتو لكن في الاخير ملك سامي تزق الكره كده وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد هتطلع الاوت سلم لسوكا سوكا تاخد السكرين من فاتو تبحث عن الثلاثيات لكن ضعف وعلى الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل فاتو اوفنسيف ريباوند طلع كيك اوت وتسلم رضوى رضوى واولى الثلاثيات ما بتنجحش في التسجيل تلم وتهدى كده على ملعبها ميرال وتسلم لسوريا سكرين من فاتو لسوريا تقلب رنيم جداوي قطعلها في الاسكيب باس على طول لميرال ميرال والاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط اولى الثلاثيات لميرال اشرف وللفريق النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. ده الفارق الى نقطتين 7-5 انجي صلاح هاند اوف على طول مع لو لريكو ميري لوي
ريكو لسه الكرة مع ريكو بتدور على ملك سامي، هاند اوف مع ملك سامي لريكو، ريكو على اوبن شوت للثري بوينت المرة الثانية لكن ما بترجعش التسجيل، ماني حلو على طول اوفنسيف ريباوند وتسلم لانجي، انجي لسه انجي تحاول تلعب 1 اون 1 لو لو وقفت لقت قدامها فاتو سلمت الناحية الثانية على طول بالترن اوفر وتقطع في الستيل كان حاضر من ميران اشرف لكن في الأخير ريكو تعمل الستيل هي كمان وتسلم ليه ما هي حلوة بتعمل فيك حلوة قوي على الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل تخبط في ايد ريكو وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموح نادي الاهلي عفوا لكن هنا في تشاور ما بين الحكام هل هي على الاهلي هل هي على سموحة ده اللي هيقرروه دلوقتي حالا والاوتسايد لصالح نادي 14 ثانية جديدة على زمن الهجمة انجي صلاح سلم على طول ليه ريكو ريكو الدفاع قوي من النادي الاهلي رنيم جدا وعلى طول في الديفنسيف ريباوند باص بريك 3 على 2 سلم ليه رضوى رضوى يتعمل لها بلوك من لو طلع كيك اوت لميرال ميرال تقلب الملعب في السكيب باص لسرايا سرايا في البنتريشن والريفرس وتسلم ليه رنيم لكن رنيم تتخطف منها الكوره كده وتروح لانجي صلاح انجي تبدا الهجمه 7 5 نقطتين فارق لو لو في الميديم شوت لو تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه لو الكنديه تنجح في إضافة نقطتين توسع الفارق إلى 4 نقاط لصالح نادي سموحة. تخطف إنجي صلاح كده وبتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي. نادين سلعاوة في التغيير بدلا من رضوى كده هتقوم بمركز صانع اللعب. سوريا هتنزل في بوزيشن 2 أو شوتنج جارد. نادين سلعاوة. سوريا هتطلع الأوت. سلم نادين سلعوف اولى لمسات نادين تاخد سكرين لكن هنا ترنو مش ترن اوفر الكره تخبط كده في ايد ملك سامي وبتطلع اوتسايد لصالح نادي ميرال هتطلع الاوت ميرال اشرف سلمت لرنيم جداوي في الريفرس لاب تنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي على مي حلوه لعيبه نادي سموحه مي حلوه اللي بدات من نادي سبورتنج ثم انتقلت الى النادي الاهلي وحاليا قضت موسم مع النادي الاهلي وذهبت في انتقال حر الى نادي سموح رنيم جداوي على الفري ثرو الاول لا تسجل رنيم على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل عد الفارق الى 3 نقاط فرق لصالح نادي سموح انجي صلاح تعدي انجي تبدا الهجمه انجي معاه صلاح ومان تو مان النادي الاهلي انجي تسلم لريكو ريكو ضغط سكرين ملك سامي عدت عكس السكرين وسلمت ليه اكسترا باص هنا للو ماري لوي وشوت لكن ما بتنجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند ولا اروع من سرايا سرايا تسلم لرنيم رنيم في الاول زاوي 1 ان 1 لكن هنا بتعترضها في الاخير ملك سامي والفاول على ملك سامي لاعيبه نادي سموح رقم 20 ملك سامي الاثنين الاولانيه دي الرقم والزيرو يبقى كده رقم 20 ادي ملك سامي والفاول لصالح رنيم الجداوي اوتسايد لصالح النادي الاهلي سوريا على تنفيذ الاوت تخبط في ادريكو بتطلع اوتسايد مره ثانيه 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول 19 ثانيه على زمن الهجمه رنيم بسوكا سوريا من بعيد تشوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل تحاول معها فاتو لكن في الاخير لانجي صلاح من سموحه انجي تبدا الهجمه انجي انجي لسه هندوف مع لو لريكو قطعها لو والبيهايند ده يعني باصه كده في غفله دفاعيه اهلاويه تنجح لو باسيست حلو من ريكو انها تسجل نقطتين كمان وتعلي الفارق الى 5 نقاط فارق لصالح نادي سموحه بدايه الهجمه عند سوكا سوكا في الدرايف طلعت السكيب باص على طول لميرال اشرف ميرال لفاتو فاتو بتلم ترتكز تطلع كيك اوت الاكسترا باص عند رنيم رنيم وعلى 3 بوينت ما بتلقاش التسجيل سكند شانس رائع من نادين سلعوه بتنجح معاه انها تاخد فاول بتو شوتس وحيازه لصالح او تو شوتس عفوا الكره الاخيره اهي غفله دفاعيه تامه من النادي الاهلي لكن في الاخير بناتنا استطعنا التعويض. نادين على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل.
نادين والفري ثرو الثاني. لا تسجل، تلم ثاني سكند شانس، لكن في الاخير تحتسب الكره على النادي الاهلي لدخول نادين سلعوه قبل ما تلمس الكره عدت اللاين بتاع الفاول شوت. انجي صلاح في بدايه الهجمه لنادي سموحه. انجي تعدي من ريكو بسكرين، ما زال النادي الاهلي مان تو مان. لو تقف وترتكز وتطلع كيك اوت ليه؟ ماي حلوه، ماي حلوه لو مره ثانيه. لو في البيز لاين على الثري بوينت ما بتلقاش التسجيل. نادين سلعوه ديفنسيف ريباوند ولا اروع، تروح في الاول زاويه تسلم لسوكا، سوكا في الاوبن شوت ثري بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط ومعها الاند 1 عشان تضيق الفرق الى نقطه وحيده. سجلت الاند 1 جعل المباراه للتعادل ونقطه الصفر مره اخرى. ادي اللعبه من اولها، وادي الاسيست من نادين، وادي الثري بوينت، وادي الفاول لصالح سوريا والاند 1 لسوكا. سوكا والاند 1 لكن لا تنجح في التسجيل. فاتو تلم تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموح. اوتسايد لسموحه. انجي صلاح عدت انجي، سلمت ماي حلوه بالهاند اوف مره ثانيه مع انجي. انجي في الاوبن شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رامين بتسلم على طول وبتطلع الاوتلت ليه ميرال. ميرال في الدرايف تقلب لرانيم لكن البصه كده بعيده، في ميس اندرستاند كده وترن اوفر على النادي الاهلي واوتسايد لصالح نادي سموح. عشر عشر لصالح نادي سموحه. 3 دقائق 48 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. سكرين لريكو، هاند اوف على طول مع لو. لو بتاخد الكوره وبتعدي وتسلم لمايا حلوه. مايا حلوه في الاوبن شوت شاطت نجحت في تسجيل ثلاث نقاط، وسعت الفرق الى اربع نقاط لصالح نادي سموحه. ثلاث نقاط جديده، وادي بنج النادي الاهلي، تمارا نادر ويارا اسامه ودينا عمرو. سوريا سوكا في الدرايف لوحدها راحت وصلت نجحت سجلت نقطتين كمان، ده الفرق الى نقطتين. واضح ان النفس الاثاره مكمله معانا حتى النهارده في مباراه السيدات. تلو الكنديه لسه الكره معاها، تسلم لريكو على الهاي بوست. ريكو في الميديم شوت شاطت لكن اير بول وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. سوريا في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه. رانيم جداوي لنادين سلعاوي. نادين نادين تروح في الفلوتر شوت وتنجح في تسجيل نقطتين تجعل النتيجه للتعادل والى الاند 1 لصالح نادين السلعاوي. هذا الاختراق من الميدل الفلوتر شوت، نادين سلعاوي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده وتعدل النتيجه الى التعادل ومعها الاند 1 وفرصه للتقدم. تاني نجحت فعلا في تسجيل الاند 1 اورام الحره الاضافيه 15 14 لصالح النادي الاهلي دقيقتين و50 ثانيه. عزيزي المشاهد كما رايت متبقيه على احداث الكوارتر الاول. لو سلم على طول لريكو في البيز لاين، مي حلوه جايه لها على طول. حنين حسام اللي بتعمل تراي على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول فاتو تسلم الاوتلت على طول او الفيرست باس لراني هنا في ايه، هنا في خطا شخصي هي على لو لكن الهجمه من بدايتها. فاتو لمت طلعت الكره لسوريا، سوريا سلمت على طول رنيم جداوي استخدمت اليورو ستيب نجحت انها تاخد الفاول على لو رقم سبعه الكندي. بالتو شوتس لصالح رنيم الجداوي. رنيم والفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. وسع الفرق الى فرق نقطتين لصالح نادي الاهلي دقيقتين ونص على انتهاء احداث الكوارتر الاول. رنيم والفري ثرو الثاني نجحت ايضا في التسجيل. في تايم اوت يطلب الكوتش احمد جمعه. فكر حضراتكم النهارده اليوم بدات بدايته بمباراه الاهلي وسموحه للناشئات تحت 18 سنه وفوز مهم وكبير على فريق نادي سموحه، فريق من الفرق القوية جدا في المرحلة الأولمبية تحت 18 سنة. انتهت المباراة كانت انتهت في اللحظات الأخيرة وفاز النادي الأهلي 74-72 بعد مباراة استمتعنا بيها كلنا على قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. النهاردة بعد المباراة الأولى
لعب نادي سبورتن مع نادي الجزيرة في دوري المرتبط تحت 18 سنة، مباراة أيضا لم تقل إثارة عن مباراة الأهلي وسموحة، واللي انتهت في كوارترها الخامس بعد إكسترا تايم بنتيجة 60-52 لصالح نادي سبورتن. بعد هذه المباراة سبورتن هيقابل الجزيرة في مباراة السيدة. ده اليوم الأول لنصف نهائي أو سيمي فاينل دوري المرتبط لموسم 23-24، واليوم الثاني إن شاء الله هيكون يوم الخميس. كل التمنيات، كل الأمنيات الطيبة بإذن الله بتأهل نادي الأهلي إلى النهائي بإذن الله. الأهلي وسموحة إن شاء الله الأهلي يفوز ويلاقي الفائز من سبورتن والجزيرة. طبعا بكرر مرة تانية كل دعواتنا للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تعرض لوعكة صحية اليوم، إن شاء الله يعني يرجع لنا بألف سلامة وربنا يعدي الأزمة دي بإذن الله على خير إن شاء الله. نرجع تاني للمباراة. جنى لطفي نزلت مكان انجي صلاح، هي اللي معاها الكرة في بداية الهجمة. جنى لطفي وأيضا حنين حسن رقم 35. جنى تبدأ الهجمة، لو لسه متواجدة في الملعب، وأيضا مي حلوة، لو لسه لو سميها كده ريكو، لسه الكرة مع ريكو. آخر 9 ثواني في زمن الهجمة، ريكو على أوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ميرال تحاول معاها لكن مي حلوة كانت الأسرع. لو في الدرايف وصلت راحت لكن ما بتنجحش التسجيل. حنين بتعمل سكند شانس وبتلم لكن ما بتنجحش التسجيل. فاتو على طول تحسم الجدل وتلم الديفنسيف ريباوند، وادي اسيست روعه والباك لياب ما فيش اجمل من كده لكن ما بتنجحش التسجيل. رنيم تلم فاتو على طول، اولى نقاط فاتو في احداث وعمر الكوارتر الاول، نجحت في سكند شانس رائع بعد باك لياب غير موفق من رنيم الجداوي. ادي الباك لياب، وادي لو، وادي فاتو جاي من اعلى نقطه، نزلت وطلعت فردت جسمها وصلت حطت النقطتين، علت الفارق الى 19-14 لصالح لو. وادي الستيل رائع من رنيم جداوي. رنيم لسه الكره مع رنيم، محتفظه بيها رنيم، لكن هنا صحيح خلفت المشي بالكره على رنيم جداوي، وترن اوفر على انادي. جنى لطفي بداية الهجمة لريكو، دقيقة وعشرين ثانية، ريكو لسه الكرة مع ريكو، حاول تعمل الدرايف لكن في الأخير محاولة كده غير ناجحة، لما على طول فاتو وطلع على طول لميرال أشرف، ميرال أشرف لسوكا، سوكا وثلاثيات سوكا، لكن قررت إنها تأكد الباسكت لرنيم لكن رنيم ترفض الهدية، تلم على طول حنين وتطلع الكرة ليلو، لو لوحدها خالص تنجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى 3 نقاط 19-16. بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه. سوريا اخر 40 ثانيه فاتو سلم رنيم، رنيم في الدرايف واحد على واحد، وصلت راحت سجلت، لا والله ما سجلتش لكن نجحت انها تحصل على خطا وفاول بتو شوتس لرنيم الجداوي، والفاول على حنين حسن رقم 35. تو شوتس اجرى النادي الاهلي حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الاول تغيير وحيد بخروج رضوى محمد ونزول نادين سلعاوه بدل منها، اما الكوتش احمد جمعه فغير او شارك حنين حسن وجنى لطفي بدلا من انجي صلاح. وادي الفري ثرو الاول، نجحت رنين في تسجيله. حبيبه لطفي عفوا مش جنى لطفي، حبيبه لطفي. فري ثرو ثاني لرنيم جداوي اللي نجحت ايضا في التسجيل. وسع الفارق الى 21-16، 5 نقاط هو الفارق، اقل من 30 ثانيه، 25 ثانيه بالتمام والكمال. هندوف على طول مع سماء اللي بتسلم ليه مي حلوة على الاوبن شوت، مي وتشوت لكن لا تنجح في التسجيل، حاول معاها سماء كده لكن تسلم في الاخير الى نادين سلعاوب، وان هاند باص على طول لرنيم جداوي اللي تنجح في تسجيل فاست بريك ولا اروع لصالح النادي الاهلي، ونقطتين جداد لصالح النادي الاهلي. وسع الفرق الى 23-16، وادي تراي اخيره كده من نص الملعب لكن لا تنجح في التسجيل، متبقي ثانيه وحيده على انتهاء احداث الكوارتر الاول.
النتيجة 23-16. ثانية واحد من عشرة من الثانية هيضغط نادي سموحة. ثريا لكن خلاص صفرت انتهاء الكوارتر، كانت هي الأسرع بتقدم النادي الأهلي 23-16. استراحة قصيرة عزيزي المشاهد ما بين أحداث الكوارتر الأول والثاني، نسمع فيها التعليمات، نستمتع فيها بالإعداد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. زمن الراحة المقررة ما بين أحداث الكوارتر الأول والثاني. شايف التشكيل، مي حلوة متواجدة، حنين حسن رقم 35 أيضا متواجدة، حبيبة لطفي رقم 17. حوار كده ما بين الكوتش أحمد جمعة وكابتن محمود يونس المدرب العام لفريق الدرجة الأولى سيدات وأيضا مدير الفني للمرتبط ناشئات. نزول حبيبة بيكو، دينا عمرو، فاتو، نادين سلعاوي ورنين جداوي، ده الستارتنج لاين اب اللي بدا بيه كوتش طارق خيري. زون ديفنس 1-2-2. حبيبه لطفي لسه معاه الكوره، سلم ليه لو على الاوبن شوت 3 بوينت، نجحت في تسجيل ثلاث نقاط، اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني 19-23 لصالح النادي الاهلي. لو بدا الفرق الى اربع نقاط. حبيبه بيكو، حبيبه سلم لفاتو، فاتو لرنين جداوي، هي تقطع لها، فاتو تحت الباسكت لكن تيرن اوفر من حبيب بيكو، تقطع على طول لو في الستيل، لو مستنيه اللقطه، سلمت ليه مي حلوه، مي للو مره ثانيه، لو في البيز لاين لسماء، سما عمرو، عمر في الدرايف واحد على واحد، طلع كيك اوت لحبيبه لطفي في الدرايف، وطلع كيك اوت لحنين مره ثانيه على الميديم شوت، شاطت لكن ما بتلقاش التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من رنين جداوي، وفاست بريك سريع ليه نادين، لكن في الاخير اوت سايد على نادين السلعوي. تيرن اوفر على النادي الاهلي، ما هي حلوه تسلم لسما، بدايه الهجمه عند سما، تسلم للو، لو مره ثانيه لما هي حلوه، مي هاند اوف مع لو اللي بتعمل الدرايف وتطلع كيك اوت لحبيبه، حبيبه في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل. بيكو على طول ديفنسيف ريباوند وتبدا الهجمه، سلم لدينا عمرو الكابيتان وتقلب سكيب باس على طول نادين سلعوة، نادين في الدرايف واحد على واحد والريفرس لاب لكن ما بتنجحش التسجيل. لو على طول ديفنسيف ريباوند، سلم لسه لو في الاول زاوية، تطلع لحبيبه، حبيبه لطفي تقلب الملعب على طول لحنين، حنين لسما، تاخد السكرين سما، لسه الكره معاها، سلم ليه
حنين تحت الباسكت، مستغلها الميس ماتش لكن ما بتنجحش في التسجيل. بيكو على طول ديفنسيف ريباوند، تجري في الفاست بريك، بيكو 1 ان 1 في الاول ذا واي، راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول سكند شانس وتحاول على الباسكت ما بتجيش، تلم تاني والمره دي تنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي على سما رقم 2، والتو شوتس لصالح رنيم جداوي. تغيير في صفوف نادي سموحه، سما او عفوا حنين حسن تخرج وتنزل ملك سامي رقم 20. رنيم على الفري ثرو الاول غير ناجح. تمن دقائق 4 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، والفري ثرو الثاني تنجح في تسجيله رنيم الجداوي. اولى النقاط تركيز من كوتش والغزال كوتش طارق خيري. مي حلوه تخرج، نشوف نزل مين مكانها. لو ما زالت في الملعب تسلم لحبيبه لطفي، نزل مكانها سماء مره ثانيه او سما. ملك سامي عفوا ملك عبد القادر هي اللي نزلت. سما حاول تروح وتشوط وتنجح في تسجيل نقطتين، بدايه الفارق الى ثلاث نقاط 24-21 لصالح نادي الاهلي. حبيبه بيكو لسه الكوره تاخد السكرين من فاتو، تسلم لفاتو تحت الباسكت، فاتو في ال1 ان 1 تطلعوا الكيك اوت لنادين، نادين سلعوا على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش التسجيل. سما تلم على طول، سما لسه معاها الكوره، تعدي سما وتسلم ليه لو لسما مره ثانيه، تقلب الملعب على طول لملك عبد القادر على الاوبن شوت ميديم لكن ما بتنجحش التسجيل. لو على طول ديفنس اوفنسيف ريباوند وتسلم كده لكن فاتوا في الاخير تزق الكوره كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموح. هنا تيرن اوفر جديد على نادي سموحه عن طريق ملك عبد القادر. تمارا نادر بدل من فاتو تشارك في اللقاء لاول مره. تيرن اوفر على ملك عبد القادر، ده ست على اللاين. نادين تمارا نادر هاند اوف مع دين عمرو، هاند اوف مره ثانيه مع نادين السلعاوي، طالبه سكرين من رنيم جداوي، راحت طلعت الكيك اوت لبيكو، بيكو في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل. سما على طول ديفنسيف ريباوند، لسه سما لسه معاها الكوره، سيطر عليها لا ما سيطرتش عليها وتطلع اوت سايد، وتيرن اوفر جديد على سما عمر. بيكو سلم للجداوي، تبدا الهجمه الجداوي لبيكو مره ثانيه، مان تو مان نادي سموحه. بيكو الطريق فاضي، قلبت على طول وطلعت ليه رنيم جداوي على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم مره ثانيه دينا عمرو وتباصي على طول لرنيم جداوي اللي قطع لكن حظها مش كويس النهارده، ما تنجحش في التسجيل. تلم على طول ملك سامي وتسلم لسما لكن تمارا نادر تعمل السيل وتسلم لبيكو، تبدا الهجمه بيكو، تعدي في الاول ذا واي بيكو، في الاول ذا واي طلعت الكيك اوت لتمارا نادر. تمارا في الدرايف واحد على واحد لكن هنا مخالفه المشي بالكره على تمارا نادر اللي تاخد الكره كده وتروح، لكن مخالفه المشي بالكره على تمارا نادر والكره في حيازه نادي سموحه. 6 دقائق 11 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 3 نقاط فرق لصالح النادي الاهلي 24-21. حبيبة لطفي سلم على طول ليه؟ ايه صدق لسه نازلة، وادي جيف اند جو لكن مفيش، تعمل السيل على طول نادين سلعاو فص بريك 3 على 1، نادين بشمالها، نادين راحت، نادين ما سجلتش، جداوي على طول سكند شانس لكن زي ما قلت لكم حظها وحش النهارده، ما تنجحش في التسجيل وتنجح في الحصول على خطا شخصي برميتين حرتين وتو شوتس لرنيم الجداوي. رنيم على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل 25-21. نجح الاهلي في تسجيل نقطتين في احداث الكوارتر الثاني، نجح نادي
ثلاث نقاط كده. النادي الاهلي نجح في تسجيلهم في بدايه احداث الكوارتر الثاني، اما نادي سموحه نجح في تسجيل خمس نقاط. حبيبه لطفي او عفوا ايه صدقي سلم على طول لسماء او سماء سلم. ملك عبد القادر تقلب الملعب ملك ليه؟ هنا في فاول على دينا عمرو، خطا شخصي وفاول تجاه حبيبه لطفي من دينا عمرو بتو شوتس على طول لصالح نادي سموحه. هيا صدقي على تنفيذ الفري ثرو الاول. لا تسجل. كوتش احمد جمعه تركيز في المباراه اللي تاهل عن طريق هيليوبلس في المباراه دور الثمانيه. رنيم جداوي تنجح في الديفنسيف ريباوند بعد اخفاق هيا صدقي. حبيبه بيكو في بدايه الهجمه، بيكو حاول واحد على واحد تعدي وتطلع كيك اوت لتماره، تماره نادر على الاوبن شوت 3 بوينت، روعه الروعه تماره نادر تنجح في تسجيل ثلاث نقاط على طول تزود الفارق الى 29 21، ثمان نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي وبنات النادي الاهلي. خمس دقائق متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. حبيبه لطفي ملك سامي استنى اللقطة، تسلم على طول لسماء، سماء في ال1 ان 1 كروس اوفر تعدي من البيس لاين لكن خطا شخصي ثاني على دي نعم، خطأ شخص تاني على دي نعم. وتو شوتس لصالح سماء، سماء عمر على الفري ثرو، نشوفها مرة تانية. سماء عمر على تنفيذ الفري ثرو الأول غير ناجحة. فري ثرو تاني. تنجح في التسجيل. ده الفارق الى سبع نقاط. يا رأسامة المشاركة الأولى بدل من رنيم جداوي. أربع دقايق 50 ثانية. 29 22 سبع نقاط فارق لصالح النادي الأهلي. بيكو في بداية الهجمة، بيكو تاخد السكرين لكن عوض راحت كده بكروس أوفر روعة. دينا عمرو على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش التسجيل. نادين سلعوه سكند شانس رائع لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل. حبيبه لطفي تبدا الهجمه 3 على 2، سماء تروح وتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول دينا عمرو تطلع على طول لبيكو، بيكو ليه السلعاوي تحت الباسكت على طول كيك اوت اكسترا باص تروح على طول لدينا عمرو اللي ما بتنجحش في التسجيل لكن نادين سلعاوي ما فيش كره سايباها. نادين في الريفرس لاب ما بتنجحش في التسجيل، تخبط الكره في ايد يا رأسامه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سموحه. حبيبه لطفي في بدايه الهجمه، اربع دقائق خمس ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. حبيبه بتعمل لها سكرين، سيطر على الكره، تسلم على طول ليه ملك عبد القادر، ملك في الدرايف واحد على واحد معاها تماره، طلع كيك اوت لسماء، سماء طلب سكرين من ملك سامي، سماء الاوبن شوت شاطت لكن اير بول. دينا عمرو على طول ديفنسيف ريباوند تبدا الهجمه وتسلم للسلعاوي، السلعاوي تقف وتشوت على الثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. حاول معاها تماره نادر لكن في الاخير ترتكب خطا وفاول تجاه سماء و اوتسايد لصالح نادي سموحه. تغيير تاني يجري كوتش طارق خيري او ده تايم اوت عفوا اعتقد فريده وائل في طريقها الى المشاركه في احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد جمعه. وادي تعليمات الكوتش طارق خيري لبناته. منذ أيام احتفل شيخ مدربين مصر وهو أسطورة حية تمشي على الأرض وتاريخ لا يمكن إخفاله أبدا، كابتن حنفي هيكل احتفل بعيد ميلاده يوم 29 أكتوبر الماضي. كل التحية والتقدير لشيخ مدربين صانع النجوم ورب الأجيال الكابتن حنفي هيكل اللي الواحد بصراحة يتشرف بأن هو تدرب وتعلم وتتلمذ على يده. يعني رجل
طالما يجود به الزمن رجل تاريخ حي يذكر في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ كرة السلة المصرية وليس النادي الأهلي فقط، له كل التقدير والتحية في عيد ميلاده. نقول له كلمة شكرا، مش كفاية عليك، انت اكبر من كده، علمتنا كتير، ربيت اجيال كبيرة من اللاعبين، ربيت اجيال كبيرة من المدربين، صانع النجوم كلمة اطلقت عليك وهي نعمة الكلمة التي توصف حالك. كابتن حنفي هيكل شرفت بالتعامل معاك، شرفت بانني تلميذك في يوم من الايام. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. دي كانت كلمة قصيرة جدا يعني الأب الروحي لكرة السلة وشيخ مدربين مصر كابتن حنفي هيكل، ومهما تقال كلام مش هيوفي هذا الرجل حقه أبدا. نرجع للمباراة، إنجي صلاح تعود إلى أرض الملعب، سلم الكرة على طول لآية مدى، آية صدقي، آية ومية حلوة تعود برضو لأرض الملعب في تغييرات يجريها الكوتش أحمد جمعة. إنجي حاول تعدي بالدرايف واحد على واحد، تلف وترتكس، سلم لملك سامي أسيست ولا أروع، تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سموحة. 24 29 خمس نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي. تمارا نادر، تمارا مع فريده وائل زي ما قلت لحضراتكم تستعد للنزول. وادي دينا عمرو في الدرايف على طول وصلت بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. دينا عمرو الكابيتانو وتاخذ معاها الاند 1 والفاول لصالح. باسكت كاونت 1 1 لدينا عمرو. دينا على الفري ثرو او الاند 1 تنجح في التسجيل. وسع الفارق الى 32 24 مان تو مان النادي الاهلي طبقا لتعليمات الكوتش طارق خيري. انجي صلاح هندوف على طول مع يا صدقي والسكرينات والسويتشات بتشتغل. ريكو تعود الى ارض الملعب مره ثانيه. مية حلوة لإنجي صلاح، إنجي في الثري بوينت شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ملك سامي على طول أوفنسيف ريباوند، ملك ترتكز وتروح بيمنها لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط كده في إيد فريدة وائل اللي كانت بتعمل تراي على الريباوند لكن تطلع أوتسايد لصالح نادي سموح. ده أوتسايد لسموحة. ودي إنجي صلاح بتسلم لريكو لكن في الأخير يرتكب معاه خطأ شخصي لصالح، خطأ الشخصي على فريدة وائل لصالح ريكو والتو شوتس لصالح ريكو على الفري ثرو الأول 32 24 تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني لريكو لا تسجل، على طول تلم حبيبة بيكو لكن تخطفها في الأخير لكن والله فاول، فاول ترتكب ريكو امام حبيبه بيكو والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. بيكو في بدايه الهجمه لبنات النادي الاهلي. بيكو حبيبه بيكو تاخد السكرين من ورا اسامه لسه بيكو لو الطريق فاضي، طلعت الكيك اوت على طول لفريده وائل، فريده تقلب ليارا اسامه لكن في الاخير مايل حلوه تعمل ستيل وتسلم لانجي صلاح. انجي طلع لونج باص كده لملك سامي اللي بتنجح في تسجيل نقطتين تداء بيهم الفارق الى 32 27 فارق الخمس نقاط تقلصهم. ملك سامي تمرة نادر صراع على الكره جامبول والحيازه لصالح الاهلي. اللونج باص اهي سلمت لملك سامي حجزت كويس قوي بجسمها قدرت انها تحجز وتسجل نقطتين. يارا سامي في الدرايف واحد على واحد، يارا تروح بشمالها لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول ملك سامي وتسلم بدورها على طول ليه؟ انجي صلاح، انجي، انجي عايز تعمل الدرايف، طلعت كيك اوت ليه؟ ايا صدقي تقلب الملعب لمية حلوة، مية حلوة في الدرايف واحد على واحد لكن تعمل السيل على طول. فريدة وائل وتسلمها وتنجح في تسجيل نقطتين. يارا سامي سلمت فريدة وائل على الفاست بريك وتنجح في تسجيل نقطتين تعدل الوضع الى سبع نقاط لصالح نادي الاهلي. انجي صلاح لملك سامي. ملك سامي وهاند اوف معاه ايه صدقي، ايه بتحاول تعدي لكن تخبط في الاخير فيها وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. لو تعود مره ثانيه لارض الملعب المحترفه الكنديه. ميري لويس
الشهيرة بلو. بيكو تبدأ الهجمة. 34-27. هندوف مع تمارا نادر. يارا لتمارا نادر مرة تانية. هندوف مع دينا عمرو. متبقي حوالي دقيقة، وادي البيك اند رول كده مع يارا أسامة تلحقها وتطلع لدينا عمرو. اكسترا باس هنا عند تمارا نادر. تمارا نادر في الدرايف وتطلع كيك اوت لحبيبة بيكو على الاوبن شوت، لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول انجي صلاح. انجي لسه الكرة مع انجي، سلم للو. لو لكن مخالفة تمشي الكرة. 49 سنة متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت، نسمع التعليمات. شوف التايم اوت، التايم اوت عند الكوتش طارق خيري. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره التايم اوت اللي طلبه الكوتش طارق خيري. 49 سنة متبقية على احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي بفارق 7 نقاط. 34-27. الحيازة للاهلي والاهلاوية. كوتش جمعة والتعليمات الاخيرة والانتظار تنفيذ التعليمات. بيكو كوتش طارق خيري هجوميا، ماذا قال الفريق؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. 1-2-2 او 1-3-1 عفوا، زون ديفنس. فريده وائل، متبقي 6 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. فريده في الدرايف من البيز لاين، تروح فريده وتطلع، لكن الترن اوفر والباد باس توصل على طول للستيل عند ريكو. ريكو تقف وتهدى على ملعبها، تسلم على طول لانجي صلاح. انجي في الدرايف وتطلع لملك سامي. ملك سامي في الاكسترا باص على طول، وباصة تانية لريكو. ريكو في الدرايف واحد على واحد، بتسلم ملك سامي على الاوبن شوت، شاطر لا تنجح في التسجيل. يارا أسامة تلم، لكن في الاخير تلحقها على طول. دينا عمرو لبيكو، بيكو لتمارا. تمارا على الاوبن شوت في الثواني الاخيرة، تنتهي معها احداث صفرة الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 34-27. اعزائي المشاهدين، استراحة ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث، على ان نعود ونلقاكم قريبا بإذن الله. لا تذهبوا بعيدا، كونوا على الموعد دائما وأبدا في قناة الأهلي، قناتكم المفضلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم مرة تانية من صالة برج العرب، وأنا نصف نهائي دوري المرتبط سيدات ما بين الأهلي والسموحة. الكوارتر الأول انتهت أحداثه بتقدم النادي الأهلي 23-16، ثم انتهت أحداث الكوارتر الثاني 34-27 لصالح النادي الأهلي. بداية أحداث الكوارتر الثالث، تشكيل الفريقين اللي ما كانش معانا. فريق سموحة، القيادة الفنية للكوتش أحمد جمعة ومساعده الكابتن محمود يونس، سما عمرو، عمر مي الحلوة، رضوى عبد الرحمن، آية صدقي، لو ميري لويس الكندية المحترفة رقم 7، ريما أو ريكو رقم 8، إنجي صلاح، ملك عبد القادر، حبيبة لطفي، ملك سامي، أيتن محجوب، وحنين حسن. أما تشكيل نادي الأهلي والقيادة الفنية للكوتش طارق خيري ومساعداه كابتن علياء محمود وكابتن كريم إسماعيل، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، سرايا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، حبيبة محمد، تمارا نادر، يارا أسامة، وجايدة خالد وفاتو. شارك النادي الأهلي او كوتش طارق خيري شارك حتى هذه اللحظات من ال 12 لاعيبه المسجله
في السكور شيت ب 11 لعيبه لم تشارك حتى هذه اللحظات جايده خالد. اما نادي سموحه فشارك ايضا ب 11 لعيبه فيما عدا رضوى عبد الرحمن رقم 4. انتهت احداث نتيجه لقاء الاهلي وسموحه في دوري المرتبط تحت 18 سنه بفوز النادي الاهلي 76-74 في مباراه واحده من امتع المباريات لدوري المرتبط، وزعناها على حضراتكم فقط على قناه النادي الاهلي، قناه ناديكم المفضل، وان شاء الله خطوه نحو النهائي لملاقات الفائز باذن الله من سبورتن والجزيره. بعد هذه المباراه هتقام على صاله برج العرب مباراه سبورتن والجزيره للسيدات، واللي انتهت واللي سبق هذه المباراه قبل هذه المباراه على طول كان مباراه سبورتن والجزيره مرتبط تحت 18 سنه، فاز نادي سبورتن على نادي الجزيره 60-52، مباراه لا تقل اثاره عن مباراه الاهلي وسموحه، لكن انتهت في وقتها الاضافي او الاكسترا تايم الاضافي. التعليمات الاخيره للكوتش طارق خيري وتحفيز من الكابتن ودينا عمرو. 34-27 لصالح بنات النادي الاهلي. شايف في التشكيل تمارا نادر، ميرال اشرف، ويارا اسامه، وسوريا او فريده وائل عفوا. هنشوف دلوقتي الستارتنج لاين اب اللي هيبدا بيه الكوتش طارق خيري. على بركه الله بدايه احداث الكوارتر الثالث. رنين جداوي تعود الى ارض الملعب مره اخرى، كوتش كريم اسماعيل، كوتش علياء محمود، كوتش ماجد فوزي مدير الجهاز، ميرال اشرف، سوريا، فريده وائل، الثلاثي الخارجي معهم يارا اسامه ولا تماره، انا اعتقد تماره نادر تلعب بوزيشن 4، ورنيم الجداوي. بدايه احداث الكوارتر الثالث. ريم صلاح، ريكو، مي حلوه، ملك سامي، ولو، لو اللي بتستلم الكره بتحاول تلعب في الوان ان وان، تسلم لانجي صلاح. انجي تسلم مي حلوه، مي حلوه تحت الباسكت، اسيست لملك سامي اللي بتعمل باك لاب وتنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث. بدايه الهجمه عند سوكا في بوزيشن 1 او مركز صانع الالعاب لتماره نادر، تماره لسوريا، سوريا، فريده وائل، فريده بتهوش حلوه قوي وبتعمل الدرايف وتسلم الفلوتر شوت لكن في الاخير تعمل الستيل على طول. انجي صلاح وترن اوفر على ميرال اشرف. انجي في البيز لاين لريكو في الميديم شوت شاطر لكن لا تنجح في التسجيل. رانيم جداوي ديفنسيف ريباوند وبتطلع الاوتلت على طول او الفيرست باس لسوريا لرانيم مره ثانيه. ميرال اشرف سكرين لميرال، اوبن شوت ميرال لكن لا تنجح. ميرال تخبط الكره كده وتروح لرنيم، رنيم بيشملها لكن ما تنجحش في التسجيل. لما ملك سامي على طول وتبدا الهجمه لصالح بنات نادي سموحه. للو، لو لسه لو في الفيدا واي شاطت نجحت في تسجيل نقطتين كمان او 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. دقات الفارق لو الى 3 نقاط، 31-34 لصالح نادي الاهلي. سوريا تنجح في الحصول على فاول وخطا شخصي لي على انجي صلاح. الاوتسايد اهلاوي سوريا هتطلع الاوت وتسلم لميرال اشرف. ميرال تقلب الملعب على طول لكن ترن اوفر وستيل على طول من لو. لو لسه الكره مع لو في الاول زاوي. لو توقف وتهدى وتسلم لريكو. انجي صلاح بدوره تستلم الملعب، سلم في السيت بلاي على طول لريكو، يبحث عن لو. لو في الدرايف واحد على واحد تلف وترتكز، طلع لملك سامي، ملك تلف وترتكز وتروح بيمينها لكن ما بتنجحش في التسجيل. سوريا على طول تاخد الكره من تمارا نادر. سوريا سوكا لفريده وائل، فريده الطريق فاضي راحت وصلت لكن بلوك من ماهر حلوه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، سلم الكرة رنيم جداوي. رنيم درايف واحد على واحد، رنيم طلع لتماره، تماره على اوبن شوت المره الثالثه لكن المره دي ما بتنجحش. ملك سامي ديفنسيف ريباوند على طول وتسلم لانجي صلاح. انجي تبدا الهجمه،
انجي انجي في الوان ان وان في الاول زاوية راحت، لكن ما بتلجحش في التسجيل، وبتطلع الكرة تخبط في ايد سوريا وبتطلع اوتسايد لصالح نبيه. سموح انجي صلاح سلم لريكو، ريكو او ريم، ريم في الوان ان وان، ريم درايف توقف ترتكز كيك اوت لمية حلوة، مية حلوة اخر خمس ثواني في زمن الهجمة، تشوط على طول له في 3 بوينت لكن ما بتلجحش في التسجيل. سوريا على طول حاضرة في الديفنسيف ريباوند، سوكا سلم لميرال، ميرال طلع كيك اوت لتمارا لسوريا مرة ثانية من بعيد، سوريا 3 بوينت سوريا لكن ما بتلجحش في التسجيل. انزل صلاح على طول ديفنسيف ريباوند وتهدم ملعبها، دور على السيت بلاي نفذ اللعبة، كوتش طارق بيقول له سوريا اضغطي. ريكو 7 دقايق 15 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، لو لانجي صلاح مرة ثانية اخر خمس ثواني في زمن الهجمة، هيعمل فيها ايه؟ ريكو بتقف وتشوط على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول فريدة وائل لكن بتخطفها من ايديها كده لو، بتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. نجح نادي سموحة في بداية احداث الكوارتر الثالث لتسجيل 4 نقاط، الاهلي لم يسجل اي نقاط حتى هذه اللحظة. رنيم في الاوبن شوت تنجح في تسجيل اولى 3 نقاط وكانها بترد عليا وبتقول لي لا استنى انا هسجل اولى 3 نقاط. كوتش ماجد وكوتش مودي الجرحي اللي اداروا النهارده المباراة بطريقة رائعة بصراحة، وادي بلوك من سوريا لكن في الاخير تحتسب فاول وخطأ شخصي من كابتن محمد او كابتن محمود البطيخ. ودي 3 بوينت رنيم الجداوي، نجح النادي الاهلي في المباراه النهارده بعد ايقاف الكوتش ماجد سلامه انه من تاخره من 14 نقطه الى الفوز بالمباراه. ملك سامي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 5 نقاط. كوتش طارق خيري والتركيز، ملك سامي فري ثرو ثاني تنجح في التسجيل، ده الفارق الى 4 نقاط. فريد وائل سوريا، سوريا تاخد سكرين من رنيم في البيك اند رول، رنيم توصل رنيم بشمالها، رنيم نجحت، رنيم سجلت رنيم نقطتين وخدت معاها الاند 1 لصالح النادي الاهلي، اند 1 لرنيم الجداوي. وادي الباسكت وادي الاعاده، شكرا لمخرجنا، والاند 1 اللي تنجح رنيم في تسجيلها عشان تصبح النتيجه 33 سموحه 42 او 40 الاهلي. 7 نقاط هو الفارق. انجي صلاح هندوف على طول معلول، تاخد السكرين مايا حلوه تسلم لريكو، ريكو استنت السكرين راحت مع ملك سامي لكن عكس السكرين تعمل الدرايف 1 1 لكن في الاخير تعترضها رنين جداوي وفاول وخطا شخصي وتو شوتس لريكو او ريم لاعيبه نادي سموحه. شوت فري ثرو اول نجحت في التسجيل ريكو، نهايه الفارق الى 6 نقاط. فري ثرو ثاني ريكو نجحت ايضا في التسجيل، ده الفارق الى 5 نقاط 35 40. رنيم جداوي لفريده وائل، فريده في الدرايف تسلم لسكرايا، اكسترا باص هنا عند مراد اشرف وقطعها على طول رنيم جداوي، طلع ليه رنيم تحت الباسكت في الكيك اوت والاكسترا باص لسوريا، سوريا في الدرايف وقفت على الميدل شاطت لكن ما بتلجاش التسجيل، حاول معاها مره ثانيه تخبط في ايد مين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، خبطت في ايد سوريا وبتطلع اوت سايد لنادي سموحه. تتساءل سوريا ازاي هي اوت عليا، هي ده تساؤل او رد فعل تقول انا ما لمستهاش، ده رد فعل سوريا. والاوت سايد لصالح سموحه. لو بتسلم لانجي صلاح، ضغط النادي الاهلي من اول الملعب، انجي لسه انجي معاه الكوره، حاول تعمل درايف تسلم للو بالهاند اوف على طول، لسه لو تخطف منها رنيم جداوي وتعمل الستيل، وادي الان سبورتس مان لايك فاول على لو والتو شوتس والحيازه لرنيم الجداوي. دفاع قوي من رنيم نجحت معاه انها تاخد
وتعمل الستيل وتعدي بالكره، لكن لو او ماري لويس قدرت يعني ارتكبت معاها الان سبورتسمان لايك فاول والتو شوتس والحيازه لصالح نادي الاهلي. رنيم جداوي على تنفيذ الفري ثرو الاول، شايف فاتو بتسخر في الخلفيه وناجحه. فري ثرو ثاني للجداوي. رنيم والفري ثرو الثاني لا تسجل. الحيازه اهلاويه، ما زلنا في الخمس نقاط 40-35. اوتسايد اهلاوي مرال اشرف، خد سكرين من رنيم، تعمل درايف طريق فاضي وصلت راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول مي حلوه تسلم لريكو، ريكو في الاول زاويه واحد على واحد تروح، لكن بلوك ولا اروع من رنيم الجداوي وتعوض بيه التو شوتس اللي اخفقتهم، وانت اقول الكره على طول لصالح نادي سموحه. اوتسايد لسموحه بعد بلوك رائع من رنيم الجداوي. ريكو اللي قدامنا في الشاشه. خمس دقايق 22 ثانية، دفاعات قوية من النادي الأهلي، لو اللي لسه واخدها من سبورتس مان لملك سامي، ملك سلم لإنجي صلاح، إنجي في الدرايف من الفيس لاين تروح لكن في الأخير تعترضها بفاول وخطأ شخصي. فريدة وائل رقم 14، أوتسايد للموج الأزرق أو سموحة. المباراة الثانية إن شاء الله هتكون يوم الخميس بإذن الله. فاتوا في التغيير. السنغالية لعيبة محترفة النادي الأهلي. انجي صلاح والخمس ثواني وترن اوفر على نادي سموحه وفاته في التغيير، هنشوف بدلا من مين. بدلا من تمارا نادر والاوتسايد اهلاوي. وايضا لو من نزل مكانهم، نزل مكانهم رضوى عبد الرحمن وادي فاتو اولى الهجمات لكن مخالفه المشي بالكره قرار صحيح، ونزلت ايضا حبيبه لطفي رقم 17 من نادي سموحه. يبقى كده خرجت لو وانجي صلاح، نزلت حبيبه لطفي ورضوى عبد الرحمن. اوتسايد لسموحه رضوى عبد الرحمن او حبيبه لطفي عفوا، تسلم للملك سامي، ملك بالهاند اوف مع رضوى لكن في الاخير تعمل السيل على طول. فريده في الاول زاوية راحت نجحت سجلت نقطتين كمان توسع الفارق الى 7 نقاط 35-42 لصالح انسات وملكات النادي الاهلي. هذه السيل الاخير. لسه الكره مع سموحه، هاند اوف على طول سلمها رضوى سلم ليه مايا حلوه، تقلب الملعب لريكو، ريكو في الفيك وتروح وتعدي لكن ما بتنجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول موجود عند فريده وائل اللي بتعمل باص حلو قوي لرنيم جداوي اللي فاضيه خالص وتنجح في تسجيل نقطتين عشان توسع الفارق الى 9 نقاط 35 سموحه 44 لاهلي. على طول كوتش احمد جمعه بص في ناحيه، ادي الباص على طول وادي الاسيست روعه. على طول كوتش احمد جمعه يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. تايم اوت لنادي سموحه، نسمع تعليمات الفريقين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. افتتح النهارده مباراته في كاس العالم للانديه المقامه في السعوديه بفوز كبير على فريق النور السعودي بنتيجه 38-20. ان شاء الله في المباراه القادمه هيواجه برشلونه باذن الله. كل الامنيات والتوفيق لكتيبه الاهلاويه في كره اليد باذن الله. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد جمعه. نرجع للمباراه المره الثانيه، 9 نقاط هو الفارق 35-44.
ضغط اهلاوي مان تو مان بريس فول كورت وادي اللونج باص لكن رميم حضر على طول اي مبدور الليبرو والاوتسايد تخبط فريقه كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي رميم جداوي سلم لسوكا تبدا الملعب سوكا او تبدا الهجمه سوكا لرنيم رنيم في الدرايف واحد على واحد تقطع منها وتخطئ وتروح على طول لريكو تحاول معاها فريده وائل توقف الترانزيشن او الفاست بريك ترانزيشن اوف فينس سلم لحبيبه لطفي حبيبه تبدا الهجمه حبيبه سلم ملك سامي ملك سامي على الميديم شوت قبلتها فاتو لكن ما بتنجحش في التسجيل فاتو ديفنسيف ريباوند سلم لسرايا سرايا في اللونج باص على طول لرنيم رنيم بالفاست بريك تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان توسع الفارق الى 11 نقطه لصالح سيدات النادي الاهلي حبيبه لطفي في بدايه الهجمه النادي سموحه لطفي لملك سامي هاند اوف مع ريكو او ريم لمية حلوه تقلب على طول لرضوى رضوى تقلب لمية حلوه مية على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند على طول من رنيم واللونج باص على طول ايضا من رنيم اللي تسلم بدورها لميرال السكيب باص على طول عند فريده وائل تقلب الملعب وتهدى وتلعب السيت بلاي رنيم الجداوي مستنيه فاتت تاخد بوزيشن فاتت واخده البوزيشن استلمت بتلف ريكو جالها في الهلم تطلع لكن ريكو في الاخير تتركب فاول وخطا شخصي على فاتو محترفه النادي الاهلي السنغال ادي الباص واللونج باص الاخير والفاست بريك لميرال او عفوا لرنيم الجداوي والاسيست من سوريا سوريا في بدايه الهجمه سكرين من فاتو زون ديفنس 2 3 لكن خلفة الثلاث ثواني وترن اوفر على فاتو والاوتسايد لصالح نادي سموحه رضوى عبد الرحمن واحده من ناشئات النادي الاهلي تعمل الستيل كده سرايا وسرايا تروح في الاول زاويه تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح بنات النادي الاهلي تخطف الكوره كده سرايا وبتروح للباسكت خطف الكوره مره ثانيه لكن في الاخير اوتسايد لسموحه خطفت الكوره كده من حبيبه لطفي عملت الستيل رائع شكرا للاعاده وادي الدرايف والاول زاوي وتنجح في تسجيل نقطتين سرايا محمد سوكا تغيير قادم في صفوف نادي سموحه تخرج حبيبه لطفي وايضا رضوى عبد الرحمن لوب تشجعهم تتمنى ينزل مكانهم لكن لا زال الاهلي يضغط اجو صلاح عادت مره اخرى ميت حلوه تعمل فيك كده وتسلم لريكو ريكو على الاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سموحه ثلاث نقاط لريكو ده الفرق الى 10 نقاط دقيقتين 29 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر او 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث رنيم جداوي تلف وترتكز في الكيك اوت على طول لفريده وائل فريده عايزه ترد من 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل حاول معاها رنيم لكن في الاخير تحصل على خطا شخصي رنيم جداوي ترتكب خطا شخصي تجاه ريكو والاوتسايد لصالح نادي سموحه ايا صدي هي اللي نزلت بدلا من رضوى عبد الرحمن انجي صلاح في مركز البوينت جارد او صانع الالعاب سلم لريكو سكرين لريكو من ملك سامي درايف كده من الميدل لكن فاتو قفلها بالمرصاد تستغل الميس ماتش ملك سامي حاول تلعب لفت لكن ما بتنجحش في التسجيل فاتو على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لسرايا سرايا لرنيم تقلب الملعب رنيم لا والله مكمله لسه رنيم السكيب باس على طول عند فريده وائل لفاتو تحت الباسكت تنجح واخده بوزيشن رائع وتنجح في التسجيل نقطتين كمان لصالح سيدات النادي الاهلي عشان توسع الفارق الى 12 نقطه حتى هذه اللحظه 12 نقطه هو الفارق لصالح سيدات النادي الاهلي انجي صلاح تسلم ليه ملك سامي ملك لريكو ريكو لسه معاه كوره سلمت على طول لمية حلوه مية حلوه تهوش كده وتقلب الملعب الناحيه الثانيه لكن في الاخير لسين حاضر عند سرايا بروعه وتروح في الاول زاويه وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاهلي وسع الفرق الى 14 نقطه 52 38 سوكا عدت انجي صلاح مع سرايا تسيطر على الكره انجي صلاح لسه الضغط اهلاوي في الدفاعات انجي تروح وتوصل لكن في الاخير تعترض بفاول وخطا شخصي وتو شوتس
لانجي صلاح. فاول على فاتو وتو شوتس لانجي صلاح. تعود له مره ثانيه الى ارضيه الملعب. بدل من ملك سامي انجي صلاح هو فري ثرو اول غير ناجح. فري ثرو ثاني انجي صلاح لا تسجل. تلم على طول حنين حسن لسه نازله وادي لو على الاوبن شوت شاطت لكن ما بتنجحش التسجيل. فاتوا على طول ديفنسيف ريباوند وتطلع الكره لكن بتعترض بفاول وخطا شخصي من ريكو ورميتين لفاتو دي جانيه. سما في التغيير من صفوف نادي سموحه بدلا من ريكو. لفاتو تنجح ايضا في التسجيل. انجي صلاح في الثواني الاخيره من عمره احداث الكوارتر الثالث. اخر 30 ثانيه في عمر الكوارتر الثالث. ايا صدري للسما استنى السكرين سلمت للو. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. لو ما زالت الكره مع لو تقف على الميديم شوت شاطر لا تنجح في التسجيل. فاتو على طول تلم وفي الاخير لو ترتكب معاه خطا وفاول ورميتين كمان لفاتو السنغاليه المحترفه بالنادي الاهلي. رميتين لفاتو والخطا على لو الكنديه. سبعتاشر ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فاتو تسجيل نجحت في تسجيل الفري ثرو الاول. فاتو على الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. 56 38 تقترب الفرق من 20 نقطة. لو تبحث عن تسجيل الباسكت لتسامة في الهاند اوف. 10 ثواني متبقية. طلبت حنين استلمت حنين سلمت لسامة. سامة على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. لو في السكند شانس لكن صفرة انتهاء احداث الكوارتر الثالث. كانت هي الاسرع بتقدم النادي الاهلي 56 38. دقيقتين هي زمن الراحة المقررة ما بين أحداث الكوارتر الثالث والرابع. نسمع فيها التعليمات نستمتع فيها بالإعداد ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير والكوارتر الرابع. طبعا كل الامنيات بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس الاداره النادي الاهلي اللي بيخضع حاليا لعمليه جراحيه بعد تعرضه لوعكه صحيه في النادي اليوم. كل الامنيات ان شاء الله بالشفاء العاجل. سلامات كابتن عمري فاروق ان شاء الله تعود الينا سالم غانم بين
جمهور النادي الاهلي وبين معشوقك الاول النادي الاهلي. ستارتنج لاين اب للنادي الاهلي: رضوى محمد، فاتو، نادين سرعوه، رنيم جداوي وفريده وائل. عدد رضوى محمد بعد بدايه احداث الكوارتر الاول، بدايه الكوارتر الثاني والثالث، بدات في الرابع، وادي بريسات على طول لنادي سموحه، لكن في الاخير تنجح بدرايف كده من البيز لاين فريده وائل انها تسجل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع. انجي صلاح تبدا الهجمه، تسلم على طول لحنين، حنين حسن، هندوف على طول مع سماء، قطعلها لو، لكن في الاخير ايا صدي من البيز لاين لف وترتكز وتطلع كيك اوت لسما، سما في الدرايف واحد على واحد توصل بيبينها، لكن في الاخير تعترضها بفاول رضوى محمد وتو شوتس لسما عمر. هذه الفاول والتراي على الباسكت. فري ثرو اول غير ناجح لسما. فري ثرو الثاني لا تسجل، فاتو تحاول على الكره تنجح في انها تاخد الكره لكن تخبط في الاخير اللاست تاتش كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. 58 38 تسعى الفرق الى 20 نقطه لصالح بنات النادي الاهلي. انجي صلاح طلع الاوت، تسلم لايا صدري، تسلم للو، لو تحت الباسكت معاه رنيم جداوي، بتحاول تلعب ال1 1 تروح بال هوك شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رضوى محمد ديفنسيف ريباوند، طلع لون هاند باس على طول لفريده وائل، فريده تلحق قبل الاول وتسلم لرضوى لفريده مره ثانيه، فريده تعمل عليها ترابات في الاخير تنجح تعمل الستيل على طول. انجي صلاح تسلم للو، لو في ال1 1 لكن ما بتنجحش في التسجيل. رضوى محمد تعمل ديفنسيف ريباوند رائع وتقلب الملعب الناحيه الثانيه لنادين سرعوي، تسلم للو لفاتو، فاتو لكن في الاخير انجي صلاح تنجح في انها تخطف الكره وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي لكن ترن اوفر من رضوى محمد، تقطع لو على طول، لو في الوان ان وان تهوش بشمالها راحت لكن ما بتنجحش التسجيل. حنين تلم الكره لكن قرار صحيح مخالفه المشي بالكره لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، ترابات من اول ملعب بريس فول كورت او ضغط، وادي الباص حلو قوي من فريده وائل لرنيم جداوي اللي قطعها وتنجح في تسجيل نقطتين كمان، توسع الفرق الى 22 نقطه. رنيم الجداوي تتالق في بدايه في احداث هذه المباراه، لو تروح بالدرايف لكن ما بتنجحش في التسجيل على طول. ديفنسيف راوند عند نادين السرعاوي، نادين سلم الكره لرنيم جداوي، رنيم درايف واحد على واحد توصل للباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فاتو على طول سكند شانس بتحاول معاها مره لكن ما بتنجحش في التسجيل. لو ديفنسيف ريباوند، لو في الاول ذا واي، لو بتسلم اسيست لسما، سما تراي على الباسكت لكن فريده وائل بتعترضها بفاول وخطا شخصي لصالح نادي سموحه وسما عمر. وشوتس لسما عمر، 8 دقائق 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. سما لا تسجل الفري ثرو الاول او الرميه الحره الاولى. فري ثرو ثاني لسما لا تنجح في التسجيل. فاتو ديفنسيف ريباوند تقع من ايديها وتسلم لو على طول، لو في الميديم شوت شاطت نجحت في تسجيل نقطتين. تعتذر فاتو على طول للكوتش طارق خيري. لسه الضغط من الموج الازرق او سموحه، تقلب الملعب على طول رنين جداوي وسكيب باس من فريده وائل لنادين السرعاوي. ليه رنين جداوي تحت الباسكت، جيف اند جو روعه مع فاتو من رنين جداوي، اسيست ما فيش اجمل من كده ولا اروع من كده. تنجح فاتو في تسجيل نقطتين وتنجح في تعديل النتيجه ل 22 نقطه مره ثانيه. حنين مان تو مان النادي الاهلي، سلم على طول لايا صدري لكن نادين السرعاوي بتعترضها بفاول وخطا شخصي والاوتسايد لصالح نادي سموحه. اللعبه الاخيره نادين، لا نادين عمرو على المشاركه الان بدل من مين؟ بدل من فريده وائل. لو لسه الكره مع لو، تقلب الملعب ليه؟
انجي صلاح، انجي في الاوبن شوت 3 بوينت شوت، لكن ما بترجعش التسجيل، تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 7 دقائق 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه، تقدم النادي الاهلي 62-40، فرق ال 22 نقطه لصالح سيدات النادي الاهلي وملكات كره السله. ضادو محمد، ضادو طلع على طول لرنيم جداوي، رنيم في الدرايف، رنيم من الميدل فلوتر شوت لكن ما بترجعش في التسجيل. نادين سلعوه حاول معاه الكوره كده، لكن لسه الحيازه عند مين؟ الحيازه لو جامبول يبقى الحيازه لصالح نادي سموحه. الكره الاخيره اهي لمت رنيم، لكن انجي صلاح يعني على طول حط ايديها في كل الكوره، لعيبه مشاكسه ودي حاجه كويسه جدا في كره السلة. سما تاخد سكرين تعدي تطلع كيك اوت لانجي، انجي صلاح قطعها لو، لو تحت الباسكت، باصت حلوه قوي، الاسيست حلوه قوي لها صدق، نجحت في تسجيل نقطتين على طول لصالح نادي سموحه. بدايه الفرق الى 20 نقطه. رضوى محمد لسه، رضوى معاه الكوره، استناه السكرين من رنيم، كروس اوفر وتسلم رنيم، رضوى مره ثانيه في الاكسترا باص على طول في البيس لاين عند نادين سرعوا على 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل، فاتوا على طول اوفنسيف ريباوند وتروح وتسلم ما تنجحش التسجيل، تحاول معاه مره ثانيه، مره ثانيه لسه فاتوا، فاتوا دفاع سموحه لكن في الاخير يعني فريق نادي سموحه بيطلب انها مارشي وفاتوا، متضايقه جدا ان كل ده عليها، يعني كل الدفاعات دي عليها ومحدش حسب لها فاول، يعني ده شعور الفرقتين. اهو نبص عليها ثاني مرة والتانية، ادي التراي الأولى، لمة التراي الثانية عليها كم واحدة بقى دفاعات، ادي واحد اثنين ثلاثة ودخلت الرابعة. هي هنا بقى يعني ازاي كل ده ما يتحسبش فاول، ولاعيبة نادي سموحة ازاي ده ما يتحسبش مرشوط. في الأخير طبعا ننتظر قرار الحكم اللي احتسبها فاول لصالح فتحي. دينا عمرو، رضوى محمد، رنيم، لكن في حنين تقطع الكرة وتطلع اوت سايد منها. 7 ثواني على زمن الهجمه. رضوى محمد لسه، سلم رنيم جداوي، رنيم في البيز لاين طلع كيك اوت على طول، اكسترا باس على طول لنادين سلعاوي على الاوبن شوت، نادين سلعاوي مع البازر تايم ال 24 ثانيه تنجح في تسجيل 3 نقاط لصالح سيدات النادي الاهلي. واحده من ثلاثيات نادين سلعاوي. سما سلم الكرة لو، لو في الميديم شوت، لو شاطت ونجحت في التسجيل، نجحت في تسجيل نقطتين، ده الفرق إلى 21 نقطة لصالح نادي الأهلي. دينا عمرو، رضوى محمد، رضوى لسه الكرة مع رضوى، درايف رضوى تقلب الملعب على طول لنادين، نادين في الأوبن شوت 3 بوينت للمرة الثانية، نادين سلعاوي تنجح في تسجيل ثلاثية ثانية، لكن سكيب باس تعمل هنا الستيل نادين سلعاوي بعد اللونج باص اللي عملته انجي صلاح، تنجح نادين سلعاوه في الستيم، تسلم الكره لرضوى، تبدا رضوى بدايه الهجمه، السيت بلاي، رضوى في الدرايف راحت بالفلوتر شوت، نجحت في تسجيل نقطتين كمان لصالح سيدات وملكات النادي الاهلي، وسع الفارق الى 26 نقطه، 44 70. حنين جيف اند جو كده معايا صدقي، لكن في الاخير في فاول، هنشوف على مين؟ على رضوى محمد. جايده خالد واولى المشاركات بدل من رنيم جداوي، 4 دقائق 56 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه، ايضا فاتو تخرج وتنزل مكانها يرى اسامه. اوتسايد لسموحه، انجي صلاح هتطلع الاوت. تضغط الكرة كده في رضوى وترجع تاني. اوتسايد لسموحة. انجي صلاح، 5 ثواني على انجي صلاح، دفاع قوي من النادي الاهلي، لم يستطع، لم تستطع اي من اللاعبات الحصول على الكرة. دفاع قوي من النادي الاهلي، رضوى محمد، رضوى لسه الكرة مع رضوى. سلم لجايدة خالد. جايدة. الوان ان وان، جايدة تستغل طولها تلف وترتكس، تسلم ليارا سامة، باص حلو قوي، باسكت لكن ترفض الايديه يارا، تحاول معاها نادين سلعوه لكن في الاخير ما هي حلوه، تنجح في الديفنسيف ريباوند.
تقلب الملعب على طول. انجي صلاح ليه يا صدي، سلم حلوه اللي لسه نازله انجي ليه فات. لو لسه الكره مع لو، اوبن شوت لو 3 بوينت لو تنجح في تسجيل 3 نقاط. 47 70 23 نقطه ده الفرق له، 23 نقطه لصالح النادي الاهلي. 47 70 نادين سلعوه بيكندرو رائع معايا، يا رسامة ما تنجحش في التسجيل، تلم على طول لاعبات نادي سموحه عن طريق مايا حلوه. انجي صلاح لسه الكره مع انجي، سلم على طول لايا صدي، ايا في الدرايف طلع لو على 3 بوينت المره الثانيه لكن ما بتنجحش التسجيل. يا رسامة ديفنسيف باوند، سلم على طول لرضوى لسه رضوى، سلم نادين سلعوه، نادين على الاوبن شوت لكن المره دي ما تجيش، لم على طول لو في الديفنسيف باوند من سموحه، لو في الاول ذا واي، لو طلعت لمايا حلوه. تقلب الملعب على طول لريكو، ريكو في الدرايف واحد على واحد بتهوش يا رسامة لكن بتطلع كيك اوت لمايا حلوه، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. وادي 3 بوينت من ريكو لكن ما بتنجحش في التسجيل، يلم على طول سيدات النادي الاهلي عن طريق يا رسامة، تسلم لرضوى، رضوى لسه رضوى. يروح على طول نادين سلعاوه لكن في الاخير في فاول وخطا شخصي على انجي صلاح. رضوى عبد الرحمن وايتن محجوب او المشاركه ليها بدل من لو وايا صدري. نادين سلعاوي تاخد سكرين لسه نادين، تسلم لرضوى، رضوى لنادين مره ثانيه، نادين تاخد سكرين من يارا سامه في الدرايف واحد على واحد، طلعت كيك اوت لجايده، جايده في الباز لاين عايزه تخلص اخر ثانيتين لازم تشوط لكن هو عبد الرحمن او رضوى عبد الرحمن تنجح انها تاخد الكوره وتعمل السيل والخطا والفاول على رضوى محمد. لصالح ريكو. ريكو على الفري ثرو الاول. 257 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة، وفري ثرو اول ناجح لريكو. والفري ثرو الثاني ناجح ايضا لريكو. 49 70 21 نقطة، هندوف على طول مع دينا عمرو، دينا سلم لرضوى، رضوى محمد وادي بيك اند رول رضوى ويارا تنجح يارا انها تحصل على خطأ وفاول وتو شوتس لصالح يارا اسامة. حبيبة بيكو بدلا من نادين سلعوة تغيير يجري كوتش طارق خيري. يارا اسامة والفري ثرو الاول غير ناجح. والفري ثرو الثاني تنجح رضوى او يارا اسامة في التسجيل. ايتن محجوب سلم على طول لانجي صلاح. حلوه تقلب لايتن، ايتن على اوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط، وايتن محبوب في اولى لمسات واولى نقاطها في احداث الكوارتر الرابع. ايتن محبوب او المشاركه ليها في احداث المباراه في احداث النص الثاني من الكوارتر الرابع. رضوى تقلب الملعب على طول لجايده، جايده خالد بريتريشن من البيز لاين تعلي الكوره لكن ما تنجحش في التسجيل، تحاول معاه مره ثانيه لكن رضوى عبد الرحمن تنجح في الحصول على الديفنسيف بلوك. ريكو درايف بالبيز لاين تراجع عن موقفها، تقلب على طول وتسلم لرضوى اللي طلعت الكيك اوت لمايا حلوه في البيز لاين على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رضوى سكند شانس على طول تنجح انها تاخد الكوره وتاخد فاول وخطا شخصي من دينا عمرو وتو شوتس لرضوى عبد الرحمن. رضوى والفري ثرو الاول دقيقه 47 ثانيه لا تنجح في التسجيل. رضوى والفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. رضوى محمد تبدا الهجمه دقيقه 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. رضوى مع انجي صلاح في المان تو مان، رضوى حاول تعدي جات لها يارا اسامه في السكرين تقع رضوى كده وبتطلع اوت سايد
لصالح نادي الاهلي. سلامات لرضوى. رضوى تخرج في تغيير جري كوتش طارق خيري. نزلت مكانها ميرال اشرف. دقيقة 35 ثانية على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. يارا اسامة في درايف 1-1 يارا تروح وتوصل لكن ما بتلقاش التسجيل. سكند شوت تاني عند يارا اسامة وتلم الكرة لكن ما بتلقاش التسجيل. وان فاول على يارا اسامة تجاه انجي صلاح والتو شوتس لصالح انجي صلاح. شوتس الانجي صلاح دقيقة 27 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة 71-53. بيسرو اول غير ناجح لانجي صلاح. فري ثرو ثاني تنجح في التسجيل 71-54. حبيبة بيكو اللي نزل مكان رضوى. بيكو هاند اوف مع ميرال. نزلت مكان حبيبة بيكو تقف على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح والله في التسجيل. نجحت في التسجيل حبيبة بيكو ثلاث نقاط توسع الفارق الى 20 نقطة مرة ثانية لصالح سيدات النادي الاهلي. ادي بيكو وادي 3 بوينت. هنا كانت بتدور على الفاول لكن خلاص احتسب 3 بوينت لصالح سيدات النادي الاهلي. اقل من دقيقة متبقية ايتن على الاوبن شوت 3 بوينت مرة ثانية لكن ديفنسيف ريباوند على طول من دينا عمرو. دينا على طول في الاول ذا واي تنجح في تسجيل نقطتين كمان. دينا عمرو بنقطتين توسع الفارق الى 22 نقطه. تقطع حبيبه بيكو. بيكو لسه الكره مع بيكو. تسلم لميرال. ميرال و3 بوينت ميرال. اوبن شوت ميرال ما بتنجحش التسجيل. دينا عمرو بتلم وتسلم ليارا لكن يارا ما بتنجحش في الباك لير. تنجح في نقطتين كمان توسع الفارق الى 78-54-24 نقطه هو الفرق. خلاص اعتقد المباراه كده فنيا اكلينيكيا انتهت لصالح النادي الاهلي. ايتن بتحاول تخلص من التراب. لسه الكره مع ايتن والحيازه لمن؟ الحيازه للنادي الاهلي. اعتقد فنيا اكلينيكيا خلاص انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاهلي خطوه نحو النهائي وملاقات الفائز. ده الحيازه لصالح نادي سموحه. خطوه نحو النهائي وملاقات الفائز من سبورتنج والجزيرة. لسه ايتن معاه الكورة. ايتن بيك اند رول مع ريكو. ريكو توصل وتروح على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل وتسلم لجايدة. جايدة خالد تروح على الباسكت وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم انتهت احداث الكوارت الرابع والمباراة بتقدم وتفوق النادي الاهلي 80-54. مبروك للنادي الاهلي اللي ضمن الخطوة الأولى في الوصول إلى النهائي. حظ أوفر لي نادي سموحة. مبروك للكوتش طارق خيري وبناته. هارد لك للكوتش أحمد جمعة إن شاء الله على موعد بإذن الله يوم الخميس القادم بإذن الله في مباراة الكبار والصغار. كل التوفيق والأمنيات الطيبة لسيدات النادي الأهلي وأيضا كل التمنيات بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الأهلي والعودة للنادي الأهلي. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. على أن نلقاكم قريبا بإذن الله في مباراة قادمة على قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.